الآن أعلم أن بلوك سبوت لا يتم قبولها في الأدسنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تلاحظون في هذا الفيلم القصير، سوف نكتشف أن العديد قام بنفس العملية، وكانت الإجابة أن الأدسنس فعلا لن يتم قبولك في إذا قمت بتقديم له الدومين بلوك سبوت. ولكن هذا خطأ، وأنا قمت بعمل هذا الفيلم القصير لأن العديد سوف يقوم بعملها، وخاصة اليوتيوبرز، وسوف يعني يقوم بإنشاء فيديو حول أن بلوك سبوت لن يتم قبوله في الأدسنس بصفة كاملة. ولكن أنا سوف أصحح هذه النقطة أو هذا الغلط، لأن العديد سواء في البث المباشر أو في تعليقات اليوتيوب أو في الأسئلة الخاصة بالفيسبوك تأتيني أن بلوك سبوت لا يتم قبوله في الأدسنس. ولكن لحل هذه المشكلة سوف نتعرف على الحل البسيط. كما تلاحظون، بارك الله فيكم، كتبنا هذا الدومين الصحيح الخاص ببلوك سبوت، وهذا يسمى بالدومين المجاني المستضاف. فبعد ما قمنا بتركيبه جاءتنا رسالة أن هذا الدومين لن يتم قبوله. تم يعني بعد حين قمنا بالدخول وجدنا أنه يجب عليك إضافة دومين يعني .com أو .net إلى آخره، يعني الرسالة واضحة في هذا المكان. ولكن كيف يتم قبولها في المدونة؟ فأنا في الحقيقة يجب علي عدم إضافتها في مواقع الخاص بالأدسنس، يعني هذا المكان هذا لا يجب علي إضافتها في إضافة مواقع أو الدخول إلى المواقع وإضافة موقع. تمام؟ ما هو الحل؟ الحل يجب علي الدخول إلى المدونة كما تلاحظون، ثم بعد ذلك سوف أجد مكان الخاص بالأرباح. هذه الأرباح لن تظهر عندي إلا إذا وصلت 19 موضوع كما تخبر الأدسنس، إذا تغيرت السياسة الله تعالى أعلم، ولكن المهم 19 موضوع ثم سوف تظهر عندك الأرباح. ثم بعد ذلك سوف تقوم بالاشتراك في الأدسنس عند طريق الضغط على الاشتراك من الأدسنس من هذا المكان هذا. بعد ما سوف تنقر على الاشتراك بهذا الشكل، سوف تظهر عندك مباشرة هذه الصورة. تمام؟ سوف تقوم بقبول الرابط بهذا الشكل. بعد ما سوف ترسل، سوف تخبرك بقبول ربط الأدسنس الخاص بك. بعد ما تقوم بربطها سوف تأتيك على هذا الشكل، سوف تقول له يعني إعادة توجيه، أو سوف تنتظر بعض الثواني ويتم إعادة توجيهك. تمام؟ بعدها سوف ينتقل أو سوف ينقلك إلى هذه الصفحة الخاصة ببلوجر، يخبرك تهانينا، تمت إضافة أداة أدسنس إلى نموذج مدونتك. سوف تقوم بالضغط على استمرار. بعد ما تقوم بالضغط على استمرار سوف يظهر عندك هذا الشكل، بهذا الشكل بالضبط. سوف ترجع إلى حسابك الأدسنس، وسوف تدخل إلى المواقع، وسوف تجد أن الموقع الخاص بك في حالة جاري التجهيز، في حالة مراجعة. تمام؟ يعني مشكلة عدم قبولكم في بلوك سبوت ليس أن الأدسنس لا يتم قبولها، ولكن الأدسنس الآن أصبح لا يدعم إضافة بلوك سبوت من أدسنس مباشرة، يعني يجب عليك الاشتراك من بلوجر نفسها في المكان الذي أريناكم اللي هو الأرباح. وأعتقد أن الفيديو واضح، وإذا أعجبك لا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب ومشاركة الفيديو مع كل من يهمه الأمر. وأعتقد قد أطلت عليكم، وسوف أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.